الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأفاضل، أيتها الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تضمنت هذه الآية معشر الكرام دعوة من الله سبحانه وتعالى لعباده للاستجابة له ولنبيه صلى الله عليه وسلم حتى تكتب لهم الحياة، ولكم أن تتساءلوا كيف يدعو الله الأحياء لأمر ويعدهم بالحياة، وهو سؤال مشروع في مثل هذا المقام، والجواب عنه يكمن في إدراك المعنى الحقيقي للحياتين معا. حياتنا الأولى أو الحياة بدون استجابة لأمر الله، والحياة الثانية حياة الاستجابة. الحياة الأولى هي الحياة الطبيعية التي فيها دماء تسري وأنفاس تتدفق شهيقا وزفيرا، وفي هذا يتساوى جميع الخلق، يتساوى الإنسان مع باقي الدواب. وأما الحياة الثانية الموعودة المرتبطة بالاستجابة لله ولرسوله فهي الحياة الطيبة التي ملئت هناء وسعادة. هذه هي الحياة التي يعدها الله عز وجل لكل من استجاب لأمره سبحانه وتعالى. ونظير هذا المعنى نجده في قول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به من في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والاستجابة أيها الإخوة الكرام معناها إقامة أمر الله، معناها الإيمان بالله عز وجل، الاستجابة لله ولنبيه في الإيمان به وحده لا شريك له وفي عبادته، وإقامة ما فرض الله جل وعلا من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وتعاون على المعروف وتعاون على الخير وإفشاء كل نفع بين الناس، كل هذا يدخل في استجابة، وكذلك الانتهاء عما نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك به والكفر به سبحانه وتعالى وإتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم والبغي بغير حق وما إلى ذلك من المنهيات. استجابتك في كل هذا لله ولرسوله هذه هي المقصودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: وما علاقة الاستجابة بهذا المعنى بموضوعنا نحن في هذا البرنامج وهو ذكر الله سبحانه وتعالى؟ اعلم أيها الأخ الكريم، اعلمي أيتها الأخت الكريمة، أن الاستجابة لله ولرسوله فيما أمرا تمثل أعلى مقامات الذكر. أعيد: إن الاستجابة لله ولرسوله فيما أمر به ونهيا عنه تمثل أعلى مقامات ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يمكن أن نصطلح عليه وأن ندرجه في ذكر الحال، أي يكون العبد ذاكرا لله بحاله، ذاكرا لله بصلاته وصيامه وحجه وزكاته وبكل ما أمر الله عز وجل وبوقوفه عند ما نهى عنه الله جل وعلا. وهذا ما نستشفه ونستفيده كذلك من تفسير القرطبي رضي الله عنه لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: ومن أعرض عن ذكري، أي من أعرض عن ديني وتلاوة كتابي والعمل بما جاء به. إذن إقامة الدين، إقامة الشرع، إقامة الصلاة، إقامة كل ما أمر الله به، والانتهاء عن كل ما نهى عنه الله جل وعلا، ذكر لله، ذكر حال. فأريد منك أيها الأخ الكريم ألا تنسى هذا النوع من الذكر، ألا تذهل عن هذا الخير. اجمع الخير بكل أوجهه، اجمع عليك ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الحال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.